إن شاء الله لا يكون من الخوارج، لكنه أخطأ وقع في عقيدة الخوارج في الإنكار الإيش؟ العلني على الحكام، في الإنكار العلني على الحكام، وهذا قد أخطأ فيه ولا نقره عليه، وإن كان هو طالب علم ربما أنه فاضل، لكن في الآونة الأخيرة له فتاوى لا يوافق عليها في إحدى البلدان الإسلامية، منها هذه المسألة، يعني يرى الإنكار على الحكام علنا، وهذه أول ظاهرة بدأت في الإسلام يوم أن ثار الخوارج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وليست من دين الله في شيء، نعم أبدا ليست من دين الله. فيناصح هذا إذا كان أحد من أصحاب ذلك البلد يسمعنا، يناصح ذلك الأخ هداه الله إلى الصواب. عنده فتوى أخرى في الحقيقة يعني أخطأ فيها خطأ جسيما، بل أرى أنه خطأ إجراميا، هو يفتي بأن التباعد في وقت كورونا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، وهذا ضلال خالف فيه علماء الأمة الكبار، وإنما اخترعه من نفسه أو قلد فيه غيره أو اجتهد فلم يحالفه الصواب في هذا الاجتهاد، وهو ليس من أهل الاجتهاد، أهل الاجتهاد العلماء الربانيون الكبار الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أنا وجهة نظري إن كان أحد من أهل ذلك البلد، أنا لن أسمي، لكن أكيد أنهم فهموا كلامي، فإذا كانوا يعرفونه يناصحونه من نشر هذه الفتاوى الشاذة التي تخالف فتاوى علماء الأمة، وأجروكم على الفتوى أجروكم على النار كما يقول بعض السلف، فانتبه لهذا. هناك فتاوى لبعض الخوارج في مسألة التباعد، بعض الخوارج الذين بعضهم يعيش في أوروبا في بلد الكفر، يعيش في بلد الكفر ويطلق فتاوى ضالة تضر بالإسلام والمسلمين وتفرق كلمة المسلمين، لكن لا يستغرب منه لأنه من الخوارج هو نفسه، هذا الذي أقول لكم أنه في خارج المملكة، هذا من الخوارج الأقحاح ويعيش في بلاد أوروبية أو بلاد شبه أوروبية، فعلينا أن نحذر من أصحاب هذه الفتاوى الضالة التي تنتشر في الإنترنت. الفتاوى لا تؤخذ من الإنترنت، والله يأتيني ناس في المكتب بعضهم مطلق 20 طلقة زوجته ومفتي نفسه هو وزوجته ويعيشون بالحرام، يزني بها من سنين، يقول لك أنا وجدت فتوى في النت تقول كذا أن هذا الطلاق لا يقع، آخر يقول الفتوى كذا وكذا، من أين أخذتها؟ يقول من النت، النت مفتي صار يعني، نعوذ بالله، نعوذ بالله، من أخذ الفتاوى من النت فهو ضال مضل، والله سيضل وسيجد فتاوى ضالة بعيدة عن هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المفتري الذي يفتي بتحريم التباعد في وهو يعيش في أوروبا أو في بلد شبه أوروبا، نعم هو الآن هارب من بلده ويذم أهل بلده وحكومة بلده، ينقدهم من خلال وهو يعيش في تلك البلدان العلمانية وأشبه العلمانية، فعلينا نحذر من هذه الفتاوى، الفتاوى لها أهلها، والله حتى المكلفون بالفتوى عندنا في المملكة لا يفتون في كل شيء، إنما كثير من القضايا يرفعونها إلى من؟ إلى العلماء الكبار ولا يتجرؤون على الفتوى فيها. فانتبهوا يا إخواني، انتبهوا، الفتوى ليست سهلة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول من أراد أن يتقلب في جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة، هذه مسألة فرضية اجتهد فيها بعض العلماء ببعض الاجتهادات، فعلي تبرأ من القول فيها. عمر قبل وفاته قال لا تنقل عني في الجد والإخوة شيئا. أبو بكر رضي الله عنه لما سئل عن مسألة بسيطة معنى كلمة إيش؟ الأب في قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، بعض الناس على طول يجيب ما يتورع، ما أجاب، قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله عز وجل
ما لا أعلم، حين أن جاء بعض العرب وعرفوا أن الأب هو الأعلاف التي تعلف للحيوانات أو لبهيمة الأنعام، في قوله تعالى وفاكهة وأبا متاعا لكم. قلت لكم قبل كده ان منهج المداخلة ده منهج فاسد وغير قابل للتطبيق اصلا، بعد ما مسكوا كل الدعاة اللي على الساحة والمشايخ اللي على الساحة وبدعوهم وحذروا منهم قلبوا على بعض، ظهرت فرقة الصعافقة والمصعفقة، وبعدين الاتنين دول كمان مداخلة هجموا بعض وبدعوا بعض، اصبح مفيش متخالي النهاردة على وجه الارض الا مجرح.